طبعا مشاهدينا الكرام، يقال بأن جهاز المناعة للجسم مثل برامج الحماية من الفيروسات بأجهزة الكمبيوتر الحديثة، بحيث بإمكانه محاربة الفيروسات والميكروبات والفطريات أيضا بالجسم. طبعا يستمر هذا الشيء بشكل مختصر ومفيد، يحتاج العناية الدائمة منه حتى يستمر بعمله بشكل جيد. حتى نتكلم أكثر عن هذا الموضوع أكيد راح يكون ويانا بالاستوديو الدكتور نوشيروان صادق الجباري، اختصار أمراض الدم المختبري. أهلا وسهلا بك، شرفتنا دكتور ريانا. أهلا وسهلا بك. بالبداية دكتور، انطينا لمحة سريعة عن جهاز المناعة بجسم الإنسان، شنو هي وظائفه همينة إذا تحكي لنا أكثر؟ شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة لإلقاء ضوء على موضوع مهم كموضوع المناعة. في الحقيقة وعي الناس ازدادت عن موضوع المناعة عندما انتشرت وباء الكورونا، لأن العلاج الأكثر تأثيرا في أثناء تلك الوباء كانت مناعة جسم الإنسان. فجهاز المناعة عبارة عن مجموعة من الخلايا والأنسجة والأعضاء في الجسم، وظيفتها هي الدفاع عن الجسم ضد مخاطر خارجية مثل بكتيريا، مثل فيروسات والفطريات والطفيليات. يعني إلى أهمية كبيرة بالجسم. نعم نعم. طيب. إلى أهمية كبيرة لحماية الجسم، وإحنا نمثلها دائما كوزارة الدفاع أو كالجنود كالجيش. فمثلما الجنود ينتشرون في حدود الوطن لدفاع عنها، كذلك خلايا المناعية والجهاز المناعي أكثر انتشارا في المناطق العارضة لخطر خارجي مثل بكتيريا أو فيروسات أو جراثيم أخرى. طيب. نعم دكتور، نحن نعرف أنه الحفاظ على جسم الإنسان هو كتير مهم، وخاصة جهاز المناعة هو مثل حارس لصحة جسم الإنسان. نعم. ولكن شو هي الشغلات المهمة مثلا مثل أكلات أو مثلا مثل أغذية حتى الواحد يحافظ على جهاز المناعة؟ نعم، خلي بالبداية أتكلم عن أنواع المناعة. نعم. الإنسان لديه يعني تقريبا ثلاث أنواع نقدر نسميه من المناعة. المناعة الفطرية تبدأ من الجلد، جلد الإنسان مثلا تمنع دخول مواد ضارة إلى جسم الإنسان، وكذلك المواد المخاطية داخل الفم والأوعية الدموية والأنف وهكذا. ونوع آخر من المناعة هي المناعة المكتسبة أو المناعة النشطة، عندما يتعرض الإنسان إلى التهاب بكتيري يتعرف جسم الإنسان على هذا البكتيري أو على هذا الميكروب ويتحضر له. في مرة ثانية إذا تعرض إلى نفس البكتيريا سوف لن يكون له أي تأثير على جسم الإنسان، لأن يعني جسم هذا الشخص مهيئ له. وهذا مناعة يسمى مناعة نشطة، وفي هناك مناعة مكتسبة، مناعة تنقل من شخص آخر إلى شخص يحتاج إليه. هاي ثلاث أنواع من المناعات. وإذا نريد نجاوب على سؤالك، يعني نقدر نصيغ السؤال بشكل تالي: ما هي العوامل التي تقوي من مناعة الجسم لكي تعيش حياة صحية خالية من الأمراض؟ عدة عوامل تساعد على تقوية مناعة الجسم، منها مثلا النوم الكافي والنوم الصحي، النوم البعيد عن الضوضاء وعن الأضواء، نوم هادئ وإلى درجة الإشباع. هذا اللي كانت يعني ردت أسئلك يا كان أكو ببالي هذا السؤال قبل لا أنت تجاوب. يعني دي يقولون أن قلة النوم هوايدة تأثر على جهاز المناعة عندنا. يعني هل يا ترى صدق هذا الشيء؟ يعني صدق انه اذا نحكي عليه لازم احنا يكون عندنا نوم كافي حتى نقدر نحافظ على جهاز المناعه؟ نعم عدنا. بالتاكيد، وانا لا اقصد يعني بالنوم الكافي الافراط في النوم او نوم القيلوله 6 ساعات الى 7 ساعات، يعني 6 حسب طبيعه الجسم الانسان يعني ماذا يحتاج. واكثر الناس يعني يقسمون ل 24 ساعه اليوميه لحياتهم الى 8 8 8 8 نوم و8 عمل و8 استمتاع وامور اخرى، امور حياتيه اخرى. ولكن هناك اشخاص يكتفون ب6 ساعات وهناك ب7 ساعات حسب طبيعة جسمهم. والنوم الكافي ونوم الهادئ في مكان هادئ لا توجد فيها أضواء، لا توجد فيها تكنولوجيا على سبيل المثال تؤثر على العيون أو الأشعة، يقوي يعني من أحدى عوامل التي تقوي مناعة جسم الإنسان، وذلك بتقليله لهرمونات وإفرازات القلق والتوتر في جسم الإنسان. هذا أولا. وفي نفس الوقت خلايا المناعة تتنشط أثناء النوم، إذا هناك عاملين أثناء النوم الكافي يساعدان على تقوية مناعة الجسم.
ومن عوامل الأخرى أيضا نوع الغذاء الصحي. الغذاء التي مثلا تتكون من البروتينات ومن الفواكه والخضروات وقدر كافي من الفيتامينات والحرص على عدم الازدياد في الوزن، كل هذا من العوامل التي يعني لذلك دكتور نوشيروان انت تعرف انه اغلبيه الناس هسه دا ياكلون فاست فود وكلها دهون ومقليات. انت تعرف يعني دا ياثر على الجسم، فاحنا شلون نقدر انه نعوض النقص اللي بالجهاز المناعي عندنا من خلال الفيتامينز اللي لازم ناخذه؟ نعم، يعني اذا الشخص مثلا ياكل نوع معين من الغذاء اللي هو ما بيها فيتامينات لازم يعوضه عن طريق الحبوب، هاي اولا. ثانيا النوعيه التي تتحدثين عنها فاست فود او اكلات السريعه او الدهن اللي تتكرر فيه التقلاء هي دهون ضاره جدا للجسم وتؤثر سلبا على المناعه، لذلك يعني قدر الامكان يجب الشخص السليم ان يبتعد عنهم قدر الامكان. والعامل الاخر لتقويه المناعه هو الرياضة المناسبة وليس الرياضة المفرطة. على سبيل المثال يعني 30 دقيقة إلى ساعة واحدة خلال اليوم تكفي لتنشيط المناعة، أما الرياضة العنيفة أيضا يزيد من هرمون الكورتيزون ويزيد من هرمون القلق والغضب والعصبية، أيضا تكون فيها لها تأثير سلبي. طيب احنا أكيد راح نتكلم على هذه بعدين، بس بالبداية اتكلم لنا على الطرق اللي نقدر من خلالها نقوي جهاز المناعة عندنا. نعم، يعني اكو اشخاص من كيفهم دا يقولون احنا جهاز المناعي عندنا ضعيفه، فشلون نقويها؟ شنو هي العلامات؟ شلون لازم نعرف؟ وفي عوامل اخرى، هاي العوامل اللي تكلمت عنها، النوم الكافي والغذاء الصحي والرياضه، وكذلك هناك عوامل اخرى، ولكن خلينا نعرف هو منو الاشخاص اللي عندهم نقص بالمناعه. يعني النقص بالمناعة يعني لا، ليس الشخص مثلا يتعرض إلى النشلة أو بارد أو إنفلونزا خلال موسم شتاء أو موسم خريف بمعنى أنه عنده نقص مناعة. هذا شيء روتيني يعني يحصل لك أي شخص. طيب الدكتور عفوا على مقاطعة الحوار، ولكن الشخص كيف مثلا دكتور أنتم كيف تتعرفوا على طبيعة الفيروس داخل جهاز المناعي مثلا مثل بكتيريا أو فيروسات أو خلايا سرطانية؟ نعم، هو كل حالة إلى مجموعة من الفحوصات ومجموعة من الأعراض معينة تدل على نوعية الفيروس أو نوعية البكتيريا، ومن خلال تحاليل الدم طبعا نستطيع أن نشخص نوع البكتيريا أو الفيروس أو أي شيء آخر مثل ما تتفضلين السرطان. فيعني من الشخص اللي نقدر نقول عليه عنده نقص بالمناعة؟ الشخص الذي يتكرر عنده التهابات الفيروسية والبكتيرية، والشخص الذي عندما يصاب به تطول المرض عنده، مثلا شخص العاديين الإنفلونزا لا تتعدى 5 أيام، بينما إذا استمرت خلال 10 أيام أو أسبوعين أو شهر بمعنى أن هذا الشخص لديه مناعة ضعيفة. طيب، أو عند إسهال بصورة مستمرة أو تتكرر عنده الالتهابات، فكل هذه الحالات إحنا نشخصها بأنه عنده نقص مناعة وعنده مشكلة في مناعة، ولازم نعرف السبب اللي أدى إلى نقص المناعة وعلى ضوءها يعالج الحالة. طيب إمتى الشخص بصير عنده فشل مناعي؟ كثير من الحالات. كم نسبة يعني كم بالمية أنت تعطي اليوم الأشخاص اليوم بيصابوا بفشل جهاز المناعي؟ فشل في جهاز المناعي يعني كمرض ولا كشيء مؤقت؟ كشيء مؤقت وكمرض. نعم، كشيء مؤقت. لاحظي هناك يعني حالات مثلا خلال النهار الشخص يتعرض إلى صدمات، فعند تعرضه إلى صدمات قوية حسب قوة الصدمة النفسية والعصبية عليه تكون جهاز المناعة عنده هابطة جدا. فمثلا عند حالات الغضب، عند حالات العصبية، عند حالات الحزن الشديد، في هذه الأثناء مستوى المناعة في جسم الإنسان تنخفض جدا. فعليه الشخص أن يتعدى هذه الحالة ويتعامل بعقلانية مع الحالة لكي يعبر هذه المرحلة اللي هو مناعته فيها ضعيفة ويكون عرضة لالتهابات. طيب دكتور احنا عايشين بزمن ماكو واحد فينا ما عنده قلق ولا توتر ولا غضب، خاصة بأماكن العمل، يعني الواحد شلون يقدر يسيطر على حاله حتى لا يأثر على الجهاز المناعي؟ والله لذلك يعني ترى انه هواية اشخاص يعني عندهم مناعة ضعيفة لانه يتعرضون الى مواقف صعبة ومواقف عصبية ومواقف محزنة بصورة متكررة. طيب
كيف يعمل جهاز المناعة على مقاومة العدوى اللي دا يصيبه؟ نعم، جهاز المناعة مثل ما قلت لكم يعني هو يتكون من يبدأ من الجلد، بعد ذلك يبدأ من الخلايا، خلايا الدم البيضاء نسميه. وهناك خمس حالات، خمس أنواع من هذه الخلايا، كل خلايا متخصصة في حالة اللي معينة. هي خلايا الدم البيضاء اللي نسميها عدلة والقائدة والحامضة والليمف وخلايا الأحادية البالعة للميكروغمات. كل هذه الخلايا موجودة في الدم ومفروض موجودة في أنسجة الجسم بصورة يعني بمستوى طبيعي، ولكن عندما يتعرض الإنسان إلى بكتيريا أو إلى فيروس في مكان معين، مثلا في صدره، في الرئة، أو في الفم، أو في البلاعيم، تتجمع هذه الخلايا كلها في نفس المنطقة لكي تحاصر البكتيريا ولكي تقاتل البكتيريا عن طريق إفراز مواد سامة للبكتيريا وعن طريق بلع البكتيريا وتفتيت البكتيريا. وهذه المعركة التي تحدث بين خلايا المناعة، خلايا الدم البيضاء والبكتيريا أو الفيروس، يعني تكون في حالة معركة تؤدي إلى إظهار الأعراض عند المريض. فعندما تكون المريض مثلا في حالة التهاب عند حرارة عالية، هذه الحرارة العالية هي جزء من عملية القتال ضد الجرثومة. وعندما يكون المريض في حالة أعياء تام عندما يكون ملتهبا، لأنه كل طاقته يستخدمها الخلايا المناعية يستخدمها ضد البكتيريا. وعندما يكون المنطقة الملتهبة متورمة، هذا لأنه واحدة من وسائل الدفاع هي كثرة تجهيز المنطقة بالدم، فالدم تكون كلش بكميات وافرة في منطقة الملتهبة أيضا لمحاربة الجرثومة. وكأنه داخلين بالحرب وهو بمكان الدفاع عن الأعضاء الموجودة بالجسم. نعم، بالضبط، فلازم بالضبط يحافظ على الأعضاء فكل الموجودة. فكل الجسم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جسم الإنسان كالمؤمنين، إذا تداعى له عضو تداعى له سائر الأعضاء. فهي بالضبط هيك شيء. فأنت إذا عندك التهاب بالبلعوم، كل الجسم يسخر لقتال هذا البكتيريا الموجود في بلعوم. طيب، ما دامنا داخلين بجو الشتاء وفصل الصيف، تعرف الجو يختلف يعني عن الصيف، وتزايد الميكروبات والفيروسات الموجودة بالجو، احنا شلون نقدر نحافظ أكثر على جهاز المناعة عندنا حتى لا يتعرض للميكروبات والفيروسات فصل الشتاء؟ شيء مفرح انه بحوث حاليا يقول حتى الضحك والابتسامة تزيد من المناعة. حتى الضحك والابتسامة من أي ناحية؟ من ناحية الألم ولا من ناحية الفرح ولا من ناحية السليمة؟ الضحك من الفرح والارتياح وليس من الضحك من الواحد يفرح ويضحك. فحتى الضحك بمعنى أنه أنت ريلاكس، بمعنى أنت عندك شعور طيب في جسمك، فكل الهرمونات والخلايا المناعية تعمل بشكل منتظم وتكون مهيئة للقتال. بالضبط، أي لقتال أي دخيل إلى الجسم. فنصيحتي هو مثلا أخذ الفيتامينات لمنع حدوث نقص في أي فيتامين، هذا أولا. والرياضة معتدلة، من الرياضة معتدلة، والحرص على عدم ازدياد الوزن. الشخص ليكون يعني الشخص السمين تكون مناعته قليلة، والابتعاد عن حالات الغضب. نعم. والحزن قدر المستطاع. فكل هذه العوامل تؤدي إلى أن مناعتك تكون مهيئة للدفاع عنك ضد أي ميكروب. طيب، نحن عم نلاقي اليوم 90% من حالات العصبية والحزن والألم، وخاصة التكنولوجيا بعد ما طلعنا كل هالفيديوهات الحزنية، فبتلاقي الناس عندهم بتصير الجهاز المناعي ضعيف. ولكن دكتور، نحن بنعرف أنه التكنولوجيا تطورت أكثر في أونا الأخيرة، ولكن هل الاختبارات التحاليل مثلا تكون سبب أو دور الأساسي في التعرف على الجرثوم داخل الجهاز المناعي؟ طبعا طبعا. كم نسبة تعطي؟ يعني انت شوف، اي جرثومة او بكتيريا تدخل جسمك هي تؤدي الى ظهور علامات الالتهاب او العدوى. احنا خلال ظهور العلامات يعني ما ممكن انه نشخص نوع البكتيريا. في هذه الحالة نحتاج الى عمل تحاليل طبية وتحاليل الدم لمعرفة شنو نوع البكتيريا أو الجرثومة، فيروس أو بكتيريا شنو نوعها، حتى نتعامل وياه بأدوية مضادة لها. فالعلامات العدوى والالتهاب تقريباً
هي ذا سيم، يعني نفس الشيء في كل انواع البكتيريا والجراثيم اكثرها. فلذلك نحتاج الى تحاليل طبيه، و90 99% نحتاج الى في هذا اليوم. انت بتقولين مع تطور التكنولوجيا ما ممكن انه احذر انه هذا البكتيريا فلان وهذا البكتيريا فلان مجرد بوجود العلامات. ف100% احتاج الى تحاليل، و99% تشخص عن طريق تحاليل الدم. تشخص نوعية الجرثومة المستوي المشكلة. أمراض التي تصيب جهاز المناعي، شو هي الأمراض التي تصيبها؟ نعم، هناك مجموعة كبيرة من أمراض تصيب جهاز المناعي. نعم. يسمى بالأمراض المناعة الذاتية. إحنا الخلايا المناعية عندنا من يقاتل الجراثيم أو الميكروبات تقوم بصناعة مواد مضادة لتلك الجراثيم أو البكتيريا. نعم. بطريقة مميزة جدا، بحيث هذه الخلايا المناعية تميز الخلايا الداخلة إلى الجسم عن خلايا الجسم. في حالة طبيعية الأجسام المضادة أو الخلايا المناعية لا تهاجم خلايا الإنسان نفسه، خلايا الشخص نفسه، فقط تهاجم الخلايا الداخلة أو الغريبة للجسم بطريقة مميزة، بحيث يعرف أن يعني يميز هذا عن ذاك. ولكن في الأمراض المناعية أو يسمى المناعة الذاتية، يقوم خلايا المناعية المريضة بصناعة مواد مضادة ضد خلايا جسم نفس الشخص. وهذا يؤدي إلى كارثة صراحة. هناك عدة أمراض نعاني منها من هذا النوع، فمثلا داء الروماتيزم، روماتيزم المفاصل. في هذه الحالة الخلايا المناعية المريضة تصنع مواد مضادة تهاجم مفاصل الشخص وعضلات الشخص، ويؤدي إلى آلام مبرحة والتهابات غير بكتيرية وغير جرثومية للمفاصل، حتى مع مرور الزمن من الممكن أن تؤدي إلى إعاقة الشخص. هذا المرض شائع في مجتمعاتنا، وكذلك أمراض أخرى مثل مرض الذئب، يسمى داء الذئبة. داء الذئبة أيضا هناك أجسام مضادة غير طبيعية تصنع من قبل جهاز المناعة المريض ضد كافة أعضاء الجسم، فيهاجم الجلد ويؤدي إلى ظهور إحمرار في الوجه، ويهاجم الكلى يؤدي إلى فشل كلوي، من الممكن أن يهاجم العين، يصاب المريض بعمى، وهكذا. يعني ينتشر بأعضاء الجسم. ينتشر، نعم. يهاجم هذا المرض داء الذئبة، يهاجم عدة أجهزة في الجسم، من المفاصل إلى الجلد إلى الكلى إلى الرئة إلى الدماغ إلى العين. طيب دكتور. وعدة أمراض أخرى. وهناك أيضا مرض الـ HIV الـ AIDS. بهذا المرض الفيروس الـ HIV أو فيروس الـ AIDS يهاجم خلايا المناعة. هذا يؤدي إلى ضعف خلايا المناعة، وخلايا المناعة في هذه الحالة لا يقوم بواجبه، فتكون الشخص المريض عارضة لالتهابات أو لغزو من قبل فيروسات أخرى وبكتيريا أخرى. نعم. طيب دكتور، خلينا نتكلم على شغلة مهمة همينة، شرب الكحوليات والتدخين. يعني اكو هواي ناس هسه يشربون كحوليات ويدخنون، إلى أي مدى تفتح باب الجسم أمام الفيروسات والميكروبات الموجودة ويرهق الجهاز المناعي عند الإنسان؟ نعم طبعا. نتكلم أول شيء عن التدخين. التدخين ما عدا ذلك لديه يعني أضرار كثيرة على صحة الإنسان. أما اللي يخص جهاز المناعة، التدخين يؤثر على الرئة، وبتأثيره على الرئة يعني خلال عملية التنفس الشخص المدخن بإفراط، خصوصا بإفراط، لا يحصلون على كمية كافية من الأكسجين لتهوية خلايا الجسم، وبذلك تضعف خلايا الجسم، وبذلك تضعف خلايا المناعة أيضا في الجسم، والخلايا تكون متضررة وغير نشطة. ومن تكون غير نشطة ومتضررة تكون عرضة للالتهابات كثيرة، وعندما يصاب ببكتيريا أو فيروس لا يستطيع مقاومة البكتيريا أو الفيروس، لأنها خلايا ضعيفة أصلا، لأنها لم تحصل على كمية كافية من الأكسجين بسبب التدخين. هذه مضار التدخين على 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 جهاز المناعة. لذلك ترى هذا الأشخاص دائما لديهم سعال، يعانون من السعال ويعانون من ضيق تنفس وكثرة التهابات في الرئتين، كثرة الالتهابات في الرئتين. أما بخصوص الكحول، فتأثير الكحول وخصوصا شرب الكحول المفرط بشكل كثير يومي يؤثر على الكبد.
وظيفة الكبد هي صناعة البروتينات اللي يستخدمها الخلايا المناعية للدفاع عن نفسها، اللي الخلايا المناعية تصنع من هذه البروتينات المواد المضادة ضد البكتيريا وضد الفيروس وضد الفطريات وضد كل أنواع الجراثيم. عندما يكون هناك خلل في الكبد، الكبد لا يستطيع القيام بعمله بشكل منتظم أو بشكل طبيعي في صناعة البروتينات، ولذلك من خلايا المناعية تحتاج أن تصنع مواد مضادة، لا تجد كمية كافية من البروتينات لصناعة هذه المواد لمحاربة الالتهابات لمحاربة البكتيريا. فتأثير التدخين وتأثير الكحول تأثير سلبي جدا جدا على المناعة، وخصوصا في كبار العمر. نحن هلا عم نلاقي مو بس تدخين، وإنما طلع التدخين الإلكتروني كمان. هذا عم نلاقي إنه الناس صارين إدمان بكل لحظة. قبل هلا كانوا عم بيشربوا التدخين بكل كم ساعة أو بكل النرجيلة، ولكن الجهاز الإلكتروني للتدخين صاير بكل ثانية. صح. الشخص صار عم يسحب. ولكن دكتور خلينا نحكي شوي عن موضوع اللقاحات. نعم. هل هو أيضا يسبب في فشل الجهاز المناعي؟ اللقاحات هي وسيلة طبية وناجحة جدا لتقوية المناعة. يعني أكثر اللقاحات عبارة عن جراثيم ميتة، عبارة عن جراثيم ميتة عندما تدخله إلى جسم الإنسان لا تصيب هذا الجراثيم، لا ما يستطيع يتكاثر، ما يستطيع ينتشر، ما يستطيع أنه يؤذي جسمك. لذلك الجهاز المناعي يتعرف عليه. أيوة. فمن يتعرف عليه يصنع مواد مضادة لهذه الجراثيم. ففي المستقبل عندما أنت تتعرض إلى بكتيريا من نوع ذلك النوع من نفس النوع، الجهاز المناعي يكون جاهز ويكون محضر الأجسام المضادة ويكون محضر سلاحه. فالعرض الثاني، التعرض الثاني لهذه البكتيريا سوف لن يحدث مرض، لا يستطيع أن يسبب مرض في ذلك الإنسان الملقح. فأنا نصيحتي حاليا يعني في موسم الخريف أو موسم بداية موسم الشتاء سنويا هناك لقاحات ضد إنفلونزا. صح. فالشخص اللي يأخذ أو يستفيد من هذه اللقاحات يستطيع أن يأخذها، هي عبارة عن مواد من أجسام الفيروس أو من أجسام البكتيريا. إحنا نأخذها حتى نجعل مثلا جهاز المناعة الشخص يتعرف على هذا الفيروس، فعند تعرضنا للفيروس جهاز المناعة يكون على أتم استعداد لقتاله وما يحدث أي ضرر للشخص اللي ماخذ اللقاحات. وطبعا مجموعة اللقاحات اللي يأخذها الطفل منذ الطفولة يعني يمنع كثير من الأمراض، ولولاها لتعرض الطفل إلى مجموعة من أمراض فيروسية وأمراض بكتيرية خطرة جدا، ومن الممكن أن تأثر على صحة الطفل حتى في المستقبل، يعني ليس في حالة المرض، حتى في المستقبل. طيب لذلك اللقاح مهم جدا. نعم يعني طيب هي وسيلة لتقوية المناعة. نعم. ده نشوف هواي ناس رجلينهم باردة، هساني من النوع اللي دائما رجليني باردة، ما أعرف يقولون الدم ما يوصل بشكل جيد للرجل لو شنو، بس إلى أي مدى القدمان الباردتان يضعفان الجهاز المناعي عند الجسم أو عند الإنسان؟ يعني أولا يعني يجب أن نشخص الحالة، لماذا القدمان باردتان؟ هل إنه ما يوصل الدم فعلا؟ ولماذا لا يوصل الدم؟ يا إما قليل الحركة، الشخص قليلة الحركة يعني، أو للرجلين يعني يحتاج إلى رياضة أكثر لتقوية الدورة الدموية داخل الرجلين، أو مرضى السكر يصابون الأوعية الدموية في الرجلين، يصاب بالثخونة، يصاب بترسبات دهنية داخل الأوعية الدموية. نعم. يؤدي إلى تقليل كمية الدم داخل الأوعية الدموية. أو أمراض أعصاب محيطية أيضا تؤثر على كمية الدم داخل الرجلين وإحساس بالبرودة. طبعا في أي منطقة من الجسم عندما تقل الدم فيها أو حركة الدم فيها تكون مناعة ضعيفة. لأن أنت قلنا خلايا المناعية هي خلايا الدم البيضاء موجودة داخل الدم، يجب أن يصل إلى كافة أجزاء الجسم من الرأس إلى أخمص القدمين. فعندما لا تصل الدم بكمية كافية إلى أي جزء من أجزاء الإنسان، هذه الجزء تكون عريضة لالتهابات قوية جدا، وهذا ما نراه في مرضى السكري، في مرض القدم السكري، بسبب السكر وبسبب تراكمات داخل الأوعية الدموية، كمية الدم التي تصل إلى أبعد نقطة في الجسم اللي هو قدم تكون قليلة جدا. فلذلك القدم يفقد الإحساس بنفسه، فعندما تتعرض إلى بكتيريا، تتعرض إلى أذى، تتعرض إلى جرح،
ومن خلال الجرح يدخل البكتيريا والشخص لا يشعر به، فهذه البكتيريا تتكاثر وتتكاثر بدون علم الشخص، فتصل إلى مرحلة بحيث لا تستطيع أن تعالجه إلا ببتر القدم. نعم. طيب دكتور سؤال، يعني بما أنه أنت ذكرت عن المرضى السكري وأيضا زميلتي ذكرت عن برد القدمان، ولكن ماذا عن فرط السمن؟ هل هو أيضا سبب من أسباب فشل الجهاز المناعي أو الدوخة الفجائي أو دعنا نقول الهبوط عند الإنسان، هل هذا أيضا كمان تابع لجهاز المناعي؟ فرط السمن. السمن. نعم، يعني مثل ما ذكرنا واحدة من العوامل اللي تضعف في المناعة هي السمن. نعم، فالسمن يعني أولا يقلل حركة الإنسان، الشخص السمين دائما كسول، دائما كسول يعني. وهناك تراكمات من الدهون من الممكن أن تترسب داخل الأوعية الدموية وتجعل الدم تصل ليست بكميات وافية، بكميات قليلة إلى أجزاء الجسم. وكذلك يعني نشاط الخلايا المناعية في جسم السمين تقل بكثرة بسبب تخلخل في الهرمونات الشخص السمين. هناك تخلخل في هرمونات الشخص السمين اللي تؤدي إلى ضعف المناعة في الشخص، ويكون عريضة إلى مثلا أمراض قلبية وأمراض الضغط أخرى. نعم، يعني مهم جدا الواحد يحافظ على جسمه بأي شكل من الأشكال، وخاصة نحن بهي الأونة الأخيرة عم لقي الناس كتير عم تاكل أكل مثل ما ذكرت زميلتي الفاست فود الغير صحي. برأيك يعني هل هو مثلا خلينا نقول نسبة الفاست فود اللي بداخل الجسم، يعني مثلا الناس اللي بيتناولوها خارج مثلا في المطاعم وفي الأماكن العامة، إلى أي مدى مثلا يضرر جسم الإنسان؟ طبعا خاصة الجهاز المناعي، نحن أنت ذكرت لنا ولكن ما ذكرت لنا الأسباب اللي بيضر. نعم، يعني أنت الفاست فود قلنا بيها دهون مشبعة، وهذه الدهون المشبعة يعني تترسب داخل الأوعية الدموية وتضعف الجسم بصورة كاملة، لأنه تضعف القلب، ومن تضعف القلب تضعف يعني وصول الدم إلى كافة أنحاء الجسم، الدم اللي يحمي الخلايا المناعية اللي تحمي الجسم. فعندما الخلايا المناعية تصل يعني بصورة قليلة إلى كافة أنحاء الجسم لا يكون يعني كافيا للدفاع عن الجسم بصورة سليمة. فهذا من ناحية، من ناحية أخرى أنه هذه الأكلات العريضة على الهواء الهواء الطليق تكون نسبة البكتيريا والجراثيم فيها كثيرة، فهذه النسب عندما تأكل أنت من هذا الغذاء أو من هذا الطعام تدخل كميات كبيرة من الجراثيم والميكروبات إلى داخل الجسم، وبحيث تصل إلى درجة يعني يصابون بالتسمم الغذائي إذا سامعين بالتسمم الغذائي بسبب أكلة فاسدة. من المواد المعروضة على الهواء الطليق تؤدي إلى إسهال متكرر والقيء المتكرر، بحيث يعني يصل إلى مرحلة أن الجهاز المناعي لا يستطيع التعامل مع هذه الجراثيم إلا من خلال فترة زمنية لنقل أسبوع إلى 10 أيام. فلذلك الشخص يكون يعني عرضة إلى بكتيريا عن طريق هذه الأكلات العارضة للهواء، ويسبب التهابات في الجهاز الهضمي في الجهاز الأمائي لمدة أسبوع إلى أن تستطيع جهاز المناعة السيطرة عليه وإنهاء المرض كاملا. طيب دكتور، خطر ببالي سؤال أعتقد مهم للي يريدون يجيبون جهال يعني للدنيا، يقولون أنه اضطرابات الجهاز المناعي لما يصير عند الواحد يأثر على الخصوبة، وشلون ما تقول يكون أكيد سبب العقم إذا كان عند الرجال أو عند النسوان همين بنفس الوقت. إلى أي مدى صحيح؟ يعني صح، نعم، يعني من خلال إحدى دراسات يعني أنا كنت مشترك فيها أنه سبب الإسقاط عند الحوامل يعني أكثرها هي مرض يسميه أنتي فوسفوليبيد سندروم أو ثرومبوسيس، يعني بسبب خلل في الجهاز المناعي، وهذا يعني يؤدي إلى عدم تكوين الجنين داخل رحم المرأة الحاملة أو عدم اكتمال الحمل. فالخلل موجود طبعا في مناعة الشخص يؤدي إلى إسقاط مبكر وإسقاط متكرر. فبس الحمد لله يعني عند تشخيص الحالة
وعند تلقي العلاج هؤلاء الحوامل يستطيعون أن يكملون فترة حملهم دون مشاكل، أما بدون علاج فلا يستطيعون تكملة الحمل، ودائما يؤدي إلى إسقاط مبكر وإسقاط متكرر طبعا بسبب يعني خلل في المناعة. نعم دكتور، أكيد دهمنا الوقت، وإذا عندك أي كلمة تحب توجهها للمشاهدين الحفاظ على جهاز المناعة تفضل. نعم، هي نصيحتي يعني هي الأكل الصحيح للحفاظ على جهاز المناعة، والرياضة المعتدلة، والابتعاد عن التدخين المفرط، وكذلك أخذ كمية وافية من النوم خلال 24 ساعة، وتقوية الجسم بالفيتامينات، الابتعاد عن التوتر والقلق والغضب. بالضبط، الابتعاد عن التوتر لا تستسلم اللي هي شغلة روتينية ويانا يوميا. يعني إذا شغلة روتينية المفروض إحنا نقدر نتعامل وياها، يعني صارت نكون أقوى منها. يعني بالنهاية جهاز المناعة الدكتور يحمي الجسم يوميا من ملايين البكتيريات والفيروسات والفطريات الموجودة خاصة بالجو، اللي تحاول يعني شلون ما تقول يصيب الجسم بمختلف في الطرق الموجودة عنده، وإحنا اللي علينا أنه نقوي جهاز المناعة ونحافظ عليه. الدكتور نوشيروان صادق الجباري اختصاص أمراض الدم المختبري كان الضيف كريم ويانا، شكر جزيل لك والمعلومات. شكرا جزيلا لك، شرفنا في نسمعك.